أنا هبدأ مع حضراتكم بخبر يمكن يعني بيتم تداوله على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، على الفيسبوك، على يعني منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، متعلق بمحمد شريف. وإحنا النهارده يعني لما بنيجي نتكلم على لاعب كان قبل كده بيمثل النادي الأهلي، وخصوصا لما تكون تجربته ايجابيه، يعني في لعيبه كتير جدا خرجت من النادي الاهلي من باب الكبير. ايمن اشرف لما خرج ما زال لغايه النهارده بشوف جمهور النادي الاهلي بيحترم وبيقدر بشكل كبير جدا قيمه واسم ايمن اشرف وتمنياتهم ليه بالنجاح. لما نتكلم على حمدي فتحي وهو بياخد تجربه احتراف في قطر وترك النادي الاهلي بعد مشوار ناجح جدا ونقله نوعيه، وتقدر تقول انه وصل لمرحله انه فريق لاعب في الفريق ما تقدرش حتى كجمهور انك انت تستغنى عنده، لكن لما رحل حمدي فتحي خرج من الباب الكبير. وايضا محمد شريف، لانه في كلام اليومين دول على عوده محمد شريف مره تانية لمصر، وان في عروض متقدمه ليه من انديه منافسه للنادي الاهلي. كلام يعني على انه الزمالك بيفاوض محمد شريف، وكلام على انه بيراميدز دخل على خط المفاوضات وبقوه في محاوله لعوده محمد شريف لتمثيل بيراميدز. بصرف النظر طبعا دي لقطات من تمرينه النهارده، التمرينه الاخيره أو التدريب الأخير للنادي الأهلي قبل ما يعني بعد ما الفرقة تخلص التدريب هيكون في رحلة سفر طبعا اسكندرية في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإسماعيلي بكرة إن شاء الله على ملعب برج العرب. قصة محمد شريف، واعتبروا الكلام ده نصا على لسان محمد شريف. محمد شريف ما عندوش رغبة، واحد نمرة واحد الأكيد ما عندوش رغبة في العودة لمصر في الوقت الحالي، وعنده رغبة أكتر إنه يكون ليه تجربة ناجحة في الدوري السعودي يقدر يتطور فيها ويقدر يحافظ على مكانه كأساسي بشكل يحقق له حاجتين مهمين جدا. واحد انه يرجع لمنتخب مصر، دي نمره واحد، يشارك دولي، وخصوصا ان احنا على بعد ايه شهرين ثلاثه من بطوله امم افريقيا. نمره اتنين انه يقدر يتدرج بقى في الدوري السعودي ويروح لانديه اكبر، ده هدفه المرحلي في الوقت الحالي. اما لو في حاله العوده في مصر، العوده لمصر، او كان في قرار في يوم من الايام انه يرجع لمصر، فانه رغبته الاولى دايما هتكون النادي الاهلي. يعني بعد استطلاع رغبه النادي الاهلي في انضمام لمحمد شريف، لو خد قرار او فكر انه يرجع مصر، هل الاهلي محتاجني؟ لو الاهلي محتاجني هلبي النادي، لو الاهلي مش محتاجني يبقى طبعا طبعا ليه كامل الحريه ومطلق الحريه انه يلعب في اي نادي تاني، وبرضه هنتمنى له التوفيق. خليني اقول لحضراتكم انه مفيش لاعب في مصر، لاعب كره في مصر 95 95%، خليها 90% من لعيبه الكره في مصر ان كانت انتماءاته الحقيقيه، يعني هو قبل ما يكون لعيب كره كان بيشجع، كان بيحب، كان منتمي للنادي، ما يتمناش انه يلعب النادي الاهلي بصرف النظر عن رغبته. القصه في النهايه المصلحه هي اللي بتحكم، مصلحتك هي اللي بتحكم، ولاعيبه الكره في مصر كلهم عن بكره ابيهم عارفين كويس جدا انه افضل مصلحه ليك اذا كنت بتلعب كره في مصر هي انك انت تلعب في النادي الاهلي مش في حته تانيه، مع كامل ده لا يقلل ابدا من قدر الانديه الاخرى، وما اعتقدش انه ممكن يكون سبب من اسباب المضايقه. الارقام والانجازات بتقول كده، لعيبه الاهلي ولاد النادي الاهلي اللي موجودين حاليا، واللي بالمناسبه ما فيش حد منهم لا من الاسماعيلي ولا من الزمالك، هم اللي بيقولوا كده. ولاد الاهلي اللي اتربوا في النادي الاهلي وطلعوا من النادي الاهلي زي الشناوي وزي عبد المنعم وزي عبد القادر وزي محمد هاني وزي رامي ربيعه وزي كهربا، كهربا بداياته في النادي الاهلي وغيرهم كتير، وحتى اللعيبه اللي جت محترفه من بره بتحس ان هم بيلعبوا بروح النادي الاهلي، ديانج متربي في، تحس انه متربي في النادي الاهلي، معلول نفس القصه والحكايه والروايه، حتى بيرسي تاو اللي ممكن يكون جديد نسبيا علينا شويه بقينا بنحس انه روح الفانيلا الحمراء موجوده جواه. وعلى فكره تاو من اللعيبه اللي جات لها عروض كتير جدا لكنه فضل انه ينجح في تجربته مع النادي الاهلي.